بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل الشعب المصري المتضامن مع الأشقاء في غزة وما يحدث في غزة، مساهمة بسيطة جدا من شباب بورسعيد وشباب محافظات مصر كلها، ان هو يتبرع بالدم دعما للأشقاء في فلسطين المحتلة. الحقيقة الساعة 10 صباح اليوم الجمعة أطلق السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدء حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين. إحنا في محافظة بورسعيد خصصنا مركز شباب أكتوبر الواقع في نطاق حي الزهور، حي الزهور اللي بيضم عدد سكانه قد يفوق 50% من عدد سكان محافظة بورسعيد. الحقيقة الحملة ابتدت بالفعل الساعة 10 زي ما حضراتكم شفتوا ومتابعين، إن شاء الله تستمر لما بعد صلاة العصر وقد تمتد بإذن الله طبقا لتوقعاتنا بتدفق المتبرعين بعد صلاة الجمعة بإذن الله. طبيعة الشعب البورسعيدي اللي هو بإذن الله بعد صلاة الجمعة متوقع أن يجي العشرات إن هم يساهموا ويتبرعوا بالدم. بيساهم في الحملة مجلس القبائل والعائلات المصرية، بيساهم بمتطوعينه وكذلك متطوعين مديرية الشباب والرياضة اللي بيشاركوا في عمليات التنظيمية. الحقيقة الحملة بتلقى كل الرعاية من سيادة اللواء علي الغضبان محافظ بورسعيد اللي بيتابع من منذ قليل بدء الحملة في مركز الشباب أكتوبر زي ما قلنا. شيء طبيعي ان شباب بورسعيد ورجالها ونسائها، يمكن انتم شايفين العنصر النسائي بيتبرع وعنصر الشباب بيتبرع والرجال بتتبرع مع تعدد اطياف المجتمع البورسعيدي. الكل ان شاء الله يزحف وياتي الى مركز شباب اكتوبر لكي يساهم ويشارك في هذه الحمله من اجل الشعب الفلسطيني. عائشة إبراهيم الغزاوي، أنا من أحد المتبرعات هنا بالدم، وطبعاً أنا بحس مش الشباب بس والشابات كمان والسيدات، هو أنا اللي أنا عرفته إن التبرع هنا لحد 60 سنة طالما الحمد لله مفيش أمراض، فالحمد لله بينفع التبرع، فدوت أقل حاجة إحنا بنقدمها لأهالي غزة. فحملة بجد يعني فوق الممتازة إن إحنا نعمل كده، وإن إحنا كلنا بنحس الشباب على التبرع، وربنا يجعله في ميزان حسناته. ودايما مصر كده واقفه مع كل العرب وكل الناس واهالينا في غزه ان شاء الله. انا مايوسف العفيفي، ممثل مجلس القبائل والعائلات هنا في بورسعيد. احنا عندنا حمله تبرع بالدم في 27 محافظه تضامنا مع ودعما لاخواتنا في فلسطين، مع تعاونا مع وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه ووزاره الاوقاف، علشان بيعلنوا في الجوامع عن حملات التبرع. وعندنا هنا في المحافظه من اول ساعه الناس اقبلت عندنا علشان يتبرعوا بالدم لاخواتنا في فلسطين، وان شاء الله ان شاء الله دي مش اول حاجه هنعملها، ولسه في حاجات تانية وسلسله تعاونات مع وزاره الشباب والرياضه تانية كتير ان شاء الله، تضامنا مع اخواتنا في فلسطين ودعما ليهم، ومش اول حاجه نعملها، وان شاء الله لسه في حاجات تانية كتير.